راديو مارس إذاعة الرياضة والموسيقى 100%. إذا إن شاء الله نتمناو الحصة الضعاف الاحتفالية تكون هذا الشيء إن شاء الله، ونتمناو انتصار للمنتخب الوطني المغربي بأكثر من 3 ديال الأهداف. مازال عطي يعطي 2-0. رجع عند صديق عادل عمري وبداية الشوط الثاني. عادل، هذه التغطية مقدمة لكم برعاية كوتي سبور، ان برودوي دو لا ماروكين دي جو اي دي سبور. كيا موتور، كيا دائما في الموعد مع كل الإنجازات. محلات أبرون للتجهيزات المنزلية، مع أبرون الربح مضمون. أحلى لحظات كرة القدم مع كوكاكولا، المساند الرسمي لأسود الأطلس. مرتاحون مع القرض العقاري والسياحي. ميديتال بالغد متصلين. توالام موان باساج موان ديريتاسيون. جيلات ماك 3. جيلات لا بيرفكسيون ماسكولين. عيشوا متعة كرة القدم مع اتصالات المغرب. إذا جوج تفضل عادل، تفضل قردة، تفضل عادل. جوج صفر، نتمنوا النتيجة الضعف. مازال عطي يعطي إن شاء الله. مازال عطي يعطي، نتمنوا. دابا كرة عند بلهندة، بلهندة عند شماخ، شماخ جالس هو. أي خويا شماخ، هذه كانت بداية جيدة. الرجوع كان موفق للمنتخب الوطني المغربي من بعد ما بلهندة خذا الكرة اللاعب الجزائري لاموشيا، أعطاها في دار اللاعب عن طريق حياء، ولكن الضربة ديال مروان شماخ كيدخل الحاج الرئيس أمبولحي. إذن بداية ديال الجولة الثانية كتعرف جوج تغييرات للمنتخب الجزائري. هذه حملة ولكن بعطية بن عاطية الحمد لله كيدخلوا الحكم كيعلن على أورجو. بداية الجولة الثانية كتعطينا الدخول ديال اللاعب كريم مطمور، اللاعب كذلك رياض بودبوز، جوج اللاعبين خطيرين في الهجوم. بودبوز اللاعب اللي كيمتاز بالسرعة، كيمتاز بالخفة. هذه جميلة جميلة عند حجي. حجي كان يكون خذا الكرة، كانت تكون خطيرة على المرمى ديال المنتخب الجزائري. كورنيغ، أول زاوية للمنتخب الجزائري. يمكن الدخول ديال كريم مطمور ورياض بوتبوز، خصنا نحضيو مع جوج لاعبين. اللاعب كريم مطمور لاعب خطير خطير جدا، لاعب مونكشيد لادباخ الألماني، 25 سنة، 26 مباراة دولية. نتبعوا هاد كورنيغ ديال ليكيب ناسيونال، هز الكرة عند شماخ، ولكن التدخل ديال أمبولحي كتمشي عند اللاعبين ديال المنتخب الجزائري. هذه حملة، ولكن الخروج ديال بن عطية كيقطع الكرة، كترجع عند السعيدي عنده الكرة، ولا موشية السعيدي ولا موشية عند شماخ عنده الكرة، ولكن كياخذوها الجزائريين. كترجع الكرة عند جبور. الآن المنتخب الجزائري غيلعب كل الكل، جبور مطمور بودبوز وكريم زياني، أربعة ديال المهاجمين، والحكم كيعلن على أورجو. كيبان لي بأنه يبدأ كيخرج لاعب نابولي. غنتعرفوا على اللاعب اللي خرج كذلك، كنظن مهدي الحسن واللاعب أو مهدي الحسن باقي كاين، رقم 8 باقي كاين. غادي نشوفوا شكون اللي خرج. كرة من عند النادي المغربي عند مروان شماخ كيمشي الكرة بالهندة، ولكن تدخل والكرة كتخرج. هرماش كيخلي الكرة تخرج. العليوي هو اللي غادي يهز هاد التوش. بداية الجولة الثانية دائما 2-0 لفائدة المنتخب الوطني المغربي. الكرة كتمشي عند بلهندا، كيضربها في عنتر يحيى او في اللاعب المدافع ديال المنتخب الجزائري، كتخرج كورنيغ للمنتخب الوطني المغربي. العليوي هو اللي عنده الكرة. غادي نشوفوا شكون اللي غادي يخلي الكرة، نشوفوا شكون اللي غادي ينفذ هاد الكورنيغ. بلهندا هو اللي غينفذ. نتمنى انها تكون الكاو في هاد البداية ديال الجولة الثانية. بلهندا هز الكرة، بلهندا في اتجاه الرأس ديال بوغرة، كترجع عند اللاعب هرماش، ولكن كتمشي عند الرئيس بوح. إذن بداية الجولة الثانية دائما 2-0
لفائدة المنتخب الوطني المغربي. الرئيس بوحيحي كيضرب الكرة، جمال العليوي وكريم زياني كياخذها. جمال العليوي لاموشيا كتمشي عند حسين خرجة في وسط الميدان، خرجة بعيد عند سعيدي. سعيدي كيديمار كياخذ الكرة ديالو، ولكن الكرة كتمشي الباس 55 لفائدة المنتخب الجزائري. 5 دقائق على بداية الجولة الثانية. مبولحي كيضرب كرة بعيدة في وسط الميدان، كيخرج بدر قادوري بالرأس عند السعيدي، ولكن كترجع عند هرماش بدر قادوري. القادوري كيعطيه كرة عند السعيدي، خداها السعيدي، زيد السعيدي كيراوغ، ضرب السعيدي. تبارك الله على السعيدي. يمكن ربح الفريق الوطني هو السعيدي في هذه المقابله، والمفاجاه ديال غيريتس للجماهير المغربيه هو اللاعب السعيدي. وكنظن ان ملي بدينا المقابله والضغط من الجهه اليسرى كما قلنا هو اللي ولد يعني المحاولات اللي عطاتنا الهدفين بجوج. وحنا معنا سحيتان تكتيك كيلعب في كوتي كوش. سحيتا كيفاش شتي لاعب السعيدي اللي كيلعب باليمنيه ولكن دير مباراه كبيره في هذا اللقاء؟ السعيدي في المستوى الكبير، والسعيدي ربح كبير للفريق المنتخب الوطني. الى 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 الاختيار ديال المدرب الوطني كان على السعيدي، فهو اختيار صائب كما قال شارليه الاخ ديالي خيري. كنتمنى من الله ان السعيدي يكمل في هذا الريتم ويعطي اكثر من هذا الشيء باش يكسب واحد الثقه كبيره ويكسب الرسميه ديالو داخل الفريق الوطني المغربي. اذا رجعوا للمباراه، 52 دقيقه على اللقاء. حسين خرجه عند سعيدي، سعيدي بدر قادوري كيضرب الكره، بدر عند مروان كيسبق اللاعب بوكره، وعنطر يحيى كيرجع الكره هاي عاوتاني عند سعيدي. زيد السعيدي عند الكره، سعيدي كيعطيها اللاعب حجي عند بالهنده اش غيدير بالهنده، ولكن زاد فيها شويه كتمشي عند عنطر يحيى كياخذها زياني وعادل هرماش. زياني وهرماش ما يمشيش هرماش، هلا ما تضربوش خليها تخرج. خرج الكره الكوتاري لاعب كبير زياني بحق الصراحه، تكون عليه مراقبه يعني ما يخليوش يوصل. ده واحد 50 متر وغادي بها. المهم الكره كترجع عند جمال مصباح كيخرج ليه مطمور. مصباح كرجع عند زياني، شماخ رجع معلم الشماخ. لا خويا شماخ معلم برافو شماخ. تشجيع كبير ديال هذا هو اللعب اللي بغينا، هذا هو اللعب اللي كنبغيو. الشماخ يرجع يدافع ويمشي للهجوم، هذا الشيء اللي كنبغيو، هذا هو اللي بغينا. صحيح، هنا كيبان لك الروح القتاليه ديال اللاعبين المغاربه، خصوصا الشماخ اللي بغى يبرهن للمغاربه بانه رغم انه فقد الرسميه ديالو مع ارسنال، ولكن دائما الشماخ راه باقي هو الشماخ. اذا جوج ديال التغييرات، غنشوفوا شنو غيعطيو المنتخب الجزائري. خروج كادير اللاعب ديال فالونسيان وخروج لاعب الاحسن، يبدا لاعب نابولي دخول كل من المطمور وابو دبوز. سعيدي عند الكره، والله يتغيصطي السعيدي الجزائريين. السعيدي دائما طيح نوض زيد هكذاك. السعيدي عند الكره كيتحاموا عليه وكياخذوها. كترجع الكره عند ابو دبوز او مطمور، ولكن مطمور كيمشي ليه اللاعب الكوتاري. كادير واللاعب حسن يبدا، جوج اللي كيخرجوا من المنتخب الجزائري. كيدخل بودبوز واللاعب مطمور، بودبوز لاعب سوشو ومطمور لاعب مرشد لادباخ. الكره الان في ميليو تيران عند مهدي الحسن، بعيده كيمشي ليها اللاعب الكوتاري بكل هدوء. تبارك الله على الكوتاري. ربح كذلك الفريق الوطني هذا اللاعب الكوتاري، تكلمنا عليه جون. يلا بدا وتبعتوا انا مع فريق مونبولي بحقيقه لاعب كبير، وكتحس بان لاعب مقابل كثير. 21 سنه هو، والسعيدي كذلك. اسامه السعيدي اللي عنده 22 سنه، جوج ديال اللاعبين. اذا هشام خليفي خدام معنا حتى هو، قال لك بان العربي ناض كيسخن، اللاعبين ديال بوصوفا العربي. ولكن فاروجيا بان لي داير واحد البيسه ما فهمتهاش. حنا الان في المنتخب الوطني المغربي وفاروجيا داير واحد البيسه ديال البحر. على العموم رجعوا لهاد ضربه خطا، كوفرون تهزات كره الشماخ. سير بغيت الكرده يا خويا الشماخ، مزيانه بالهنده كيعطيها السعيدي. ديماريا السعيدي يا خويا، زيد هكذاك
السعيدي علم 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 هرمش اضرب اخويا هرمش اضرب اخويا اضرب اضرب يا هرمش اضرب اضرب يا هرمش. ولكن هذه كانت محاوله بحال هكا الكونتر هالكونتر ومع السعيدي هو اللي غيسطق الجزائري على العموم. هاكو هاما كيخطو زيد زيد حجي 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 يا خويا يا حجي. ما نبقاوش نضيعو ما نبقاوش نضيعو ما نبقاوش نضيعو خيرهم خلق معلم خرجه معلم خرجه. هاكوك الضغط هاكوك جمال علوي الضغط على المنتخب الجزائري والحكام كيبان ليه توش للمنتخب الجزائري. ضغط كبير ضغط كبير الان كنشوفو بريسيون على حامل الكره من الجانب المنتخب الوطني المغربي. جبور كياخذ الكره اي هي هي على جبور شكيدير جبور اللي عمرتو ما شاء ما عمرتو عمرني ما شفتو قلب شي لعاب اليوم كيقلب جوج لعاب ولكن الكره كتخرج التوش بعد التدخل ديال بالهندا. جوج لصفر لاموشي عنده الكره وحنا وصلنا دقيقه 56 الكره الان كتمشي عند مطمور مطمور او بدبوز بدبوز هي خطيره هذه خطيره ولكن جمال العليوي كيرجع في لا كوفيرتور معلم جمال العليوي قادر كيخرج كره كيعطيها للسعيدي معلم اون دو هاكاك ولكن حجي حجي اليوم اللي باقي حجي ما بانش لينا ولكن ان شاء الله البون توش كاين اللي يعوض حجي. اذا الكره كترجع عند اللاعب بوغرا لاعب غلاسكو رانجرز اللي غاب على اللقاء الاول. ضغط هاكاك المغاربه خرجوا ما تخليهمش يلعبوا الكره. الشماخ واحد من النجوم ديال هذه المباراه مباراه كبيره وكبيره ديال مروان الشماخ اللي كنحسوا به مقاتل كيطيح وكينوض وهذه هي الروح اللي بغينا. كره كتمشي عند بن عطيه بطريقه اللاعبين الكبار معلم 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 سعيدي هو شده سعيدي كما ضربته بالعين لا 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 انا اللي عجبني هو القتاليه ديال اللاعبين وسط الفريق الوطني. اذا الكره كترجع عند بودبوز سعيده البارح الاخ عادل الى باقي كتذكر هضرنا على المشكل اللي وقع للمغاربه والمغادره ديال تعرابت وهي كانت سيف ذو حدين هي اللي جعلت المغاربه شتي هاد لا موتيفاسيون ديال المغاربه وهاد الروح القتاليه. هذاك المشكل عطاهم واحد الروح قتاليه وهذه هي الروح اللي كنبغيو المغاربه تكون عندهم دائما. جا الاربيط جبد واحد الصفره من بعد تدخل رجولي لحد الان الحكم خايب مقابله جميله والله يهديه وصافي الله يهديه العظيم يعني عبدي خليه على الله باقي ما عطانا حتى شي حاجه عطيناش نربحوا بالدراهم سيدي يعطينا علاش ما يعطيناش يعطيها الاخرين ما يعطيناش حنا زيد الشماخ والله العظيم ولا كان غيديها زيد اوليدي الشماخ سير بغيت لك الرضا. الشماخ لاعب كبير الشماخ لاعب كبير. اذا نوض لاموشيا عنده الكره لاموشيا عنده الكره كياخذها اللاعب بودبوز بودبوز هذيك التويشيات خليهم عندك كياخذها بدر قادوري اللي مقدم كذلك مباراه كبيره كيرجع بودبوز كره طويله طويله عند كريم زياني زياني وبالهندا زياني عنده كره في ميليو تيرا كيرجع لاموشيا لاموشيا في الميليو تيرا كياخذها الحسن مهدي كيعطيها المصباح جبل الاربيط الاربيط ديال توش عجبني هذا الاربيط ديال توش هنا الكسندر الحكم المساعد الثاني كيعلن على اورجو يمكن الحكم فايق مزيان هذا الاربيط هذا ديال توش حكم الثاني. الجمهور الان بدا كيغني شجعوا المنتخب الوطني المغربي نادي المغربي غيلعب هذا الخطا اورجو خطا غير مباشر نادي المغربي لم يغري. حنا في الدقيقة 59 دائما 2-0 لفائدة المنتخب الوطني المغربي خرجة كيعطيها الشماخ الشماخ بالهندا الشماخ مرة أخرى الشماخ اللي كنشوفوه في ليمن في ليستر في اللاش كنشوفوه في كل شيء. الشماخ هز الكرة كتضرب في جمال مصباح وكتخرج توش توش للمنتخب الوطني المغربي. كنشوفوا اللاعبين ديال المنتخب العربي العربي كيسخن بوصوفا كيسخن اذا نشوفوا تغيير ننتظروا تغيير يمكن اللي غيكون قريب هو اللاعب حجي اللي باقي ما شدناش الشمتير. جمال علوي قدم مباراه كبيره وكبيره جدا اذا كيبان لي بوصوفا هو اللي كي غيدخل او لا باقي ما باقي حتى شي واحد اللي غيدخل. اذا كلشي كيسخن العربي العربي وبوصوفا من الاقرب للدخول واش العربي او بوصوفا شوفوا بالهندا كورنر كورنر ثلاثه لاعبين كذلك من المنتخب الجزائري كيسخنوا هاي هاي كورنر كنضيعوه كترجع عند مهدي الحسن او جبور هذا جبور جبور هذا عرفتوا واش من يخرج لينا هذه العشيه
ماني بعيد على المرمى هجوم وكذا في نص الملعب ديالهم. اذا توش للمنتخب الجزائري. جمال مصباح هو اللي غيلعب الكوفرون. كوفرون عند زياني كترجع عند جمال مصباح. بالهندا كيدير الضغط كيمشي عند اللاعب عن طريق هذا كيخليها للمبولحي. المبولحي كيضرب ولكن بعض القادوري كيرجع الكره كتمشي عند حسين. حسين ثالث حسين ثالث اخويا هو Côté Sport, un produit de la Marocaine des Jeux et des Sports. Kia Motors. Kia دائما في المواعيد مع كل الإنجازات. محلات أبرون للتجهيزات المنزلية. مع أبرون الربح مضمون. أحلى لحظات كرة القدم مع كوكا كولا. المساند الرسمي لأسود الأطلس. مرتاحون مع القرض العقاري والسياحي. ميديتال بالغد متصلين. توالام موان باساج موان ديريتاسيون. جيلات ماك 3. جيلات لا بيرفكسيون ماسكولين. عيشوا متعة كرة القدم مع اتصالات المغرب. إذن مستمعينا الكرام 3-0 فائدة المنتخب الوطني المغربي. قلت مازال عطي عطي مازال نشوفوا أهداف أخرى. عادل تفضل. واش غنقول لك السي محمد القرده باقا الساعه غادي البيوت حتى اليوم بقدره الله ان شاء الله غيكونوا خمسه اليوم. اذا 3-0 لفائده المنتخب الوطني المغربي. 3 يمكن صحيت انت فرحان. لا ماشي غير فرحان. انا كنطلب من الله وكل الله غيستجب لي هذيك الخمسه باذن الله. قدره الله بقدره الله. ارجعوا للمباراه رجعوا للمباراه. اللاعب بدر خضور كيخرج الكره. حجي كيبقى لاعب كبير كيبقى لاعب خطير. غلطة واحدة فيها الضربة القاضية. الله يجعل شي بركة ما كان نبيت كالدور ديالو. اليوم حجي اليوم الطمع طمع غنطمعو كريم زياني وهرماش. زيد زيد حجي زيد. إذا رجعوا المباراة 63 دقيقة 3-0 لفائدة المنتخب الوطني المغربي. 3-0 رجع سيدي كفرة كفرة كيعلن عليها الحكم. إذا بداية جيدة وموفقة للمنتخب الوطني المغربي. 3-0 كرة عند بودبوز. أيوة أيوة معلمة هرماش معلمة بن عطية كوتاري هذا زيد أخويا بن عطية سعيدي ولكن بشوية علينا الفوجيغي الفوجيغي بشوية علينا ما نضيعوش تكونش إصابة ولا شي حاجة الله يحفظ. جمال العلوي عادي هرماش مطمور كياخذ كرة خرجها ولكن الحكم كيعلن على خطأ خطأ بسرعة كيتنفذ. مهدي الحسن عند كريم زياني 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 عنده الكرة جميلة 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 عند زياني زياني كياخذ خطأ بالتجربة الكريمة ديالو تجربة ديال كريم زياني كياخذ خطأ صعيب على المرمى ديال المنتخب الوطني المغربي. الله يحفظ خصنا ندوزو هاد المحاولة باش ما نخليوش لهم فين نرجعو. دابا الآن ثلاثة كروشيات الجزائريين يمكن دايخين خصنا الآن نوركو عليهم باش نزيدوهم الثالث والرابع والخامس والسادس إن شاء الله. زياني هز الكرة هز الكرة بعيدة 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 وخرج الحمد لله كيخرج الكرة وكتمشي خطأ 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 لفائدة المنتخب الوطني المغربي. خطأ لفائدة المنتخب الوطني المغربي. برد 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 ما تدارش معاه ما يدار معاك. روح رياضية تبارك الله عليكم روح رياضية. بوغرة لاعب الرانجرز كي يبرد كيعنق اللاعب ديال المنتخب الوطني المغربي و هادشي ما يكفيهم زيدوهم زيدوهم هادشي ما يكفيهم. اذا المنتخب الوطني المغربي الكره واقفه غنخليو الكره واقفه زيدوهم زيدوهم هادشي ما يكفيهم غنرجعو عند السي محمد القرده. اذا زيدوهم زيدوهم هادشي ما يكفيهم. نتمنوا النتيجه تضاعف. عادل العمري كيف ما تابعنا معاه الوصف ديال هاد المباراه. العناصر الوطنيه حاليا كتقدم مردود طيب ثلاثه ديال الاهداف يعني اداء بالنتيجه وال يعني بالاداء بالنتيجه وايضا حتى الاداء ديال العناصر الوطنيه. نتمنوا نشوفوا اهداف اخرى ويكون اكبر جزاء الجماهير اللي حجت المركب الجديد مدينه مراكش. رجع عند عادل. عادل تفضل. اذا رجعنا معكم مستمعينا الكرام دائما على امواج راديو مارس النقل المباشر ديال المباراه ديال المنتخب الوطني المغربي. جمال عليوي او بن عطيه بن عطيه الجزائريين تخلقوا بدو كيشيروا بالقراعي. الله يهديكم الله يهديكم الجزائريين هادشي ما تفخناش عليه. الله يهديكم قراعي كيتشيروا وهادشي ماشي
صافي خديت 3-0 الحمد لله وشكروه، تهلينا فيكم، عرضنا عليكم الكرة ما تعاتقناش معاكم الله يهديكم. رجعوا للمباراة، مشادها هرماش ولكن طاكل ديال عنتر يحيى عميد المنتخب الجزائري، والكرة كتخرج لتوش للمنتخب الوطني المغربي. على العموم كنشوفوا الجزائريين تخلقوا الله يهديهم. رجعت الكره عند المنتخب الوطني بالهندا، كويري 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 معلم معلم توش معلم اوليديا بالهندا، يونس بالهندا لاعب المنتخب الوطني المغربي. جزائريين باقي مخلقين، اي 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 حيدوا كرسي حيدوا كرسي ولاحوه الله يهديهم. الله يهديكم الجزائريين الله يهديكم. ارجعوا للمباراه، اي 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 الجزائريين تخلقوا الله يهديهم الله يهديهم الله يهديكم. تهلينا فيكم، عرضنا عليكم، جبنا لكم الدقه المراكشيه، تهلينا فيكم، ديناكم لوطي الواعر، كليتو وشربتو الكره عاوتاني ما تقلقوش ربحتونا ما درناش هذا الشيء. الله يهديهم الله يهديهم الجزائريين اللي في ميجان بداو كيشيروا هرسوا كرسي كيشيروا بقراعي الله يهديهم. خاص الناس ديال المول الملعب يطلعوا يهديهم يهضروا معاهم، لان هذا الشيء ماشي معقول هذا الشيء ماشي معقول. على العموم الله يهدي الجزائريين الله يهديكم الله يهديكم، هذا الشيء ماشي معقول. إذن رجعوا للمباراة، لاموشي عند الكرة، لاموشي عند جبور جبور وابو دبوز، تسميات ديال المنتخب الجزائري ما بقيتش قاد نقولها لأن تقلات لي على قلبي. سير بدر القادوري عند سعيدي، زيد السعيدي ضربوا مشي ضربة رابعة باش الله نفرجكم معاهم هذا الفيلم، لأن هذا الشيء اللي كيديروا ماشي معقول. كيشيروا بالقراعي بالكراسة الله يهديهم، الناس ولاو هربانين خايفين الله يهديهم. هذا الشيء ماشي، هذه ماشي الروح الرياضية، البسالة هذه، هذه البسالة. الجمهور الجزائري اللي طيلة المقام ديالو بالمغرب، وحنا درنا جولات في مدينة مراكش كنخرجوا آمين كيدور مع راسو يغني يغوت ياكل يشرب وفرحانين بهم وفرحانين بهم ما يعيقوش. وما البسالة هذه ما خصناش الأمن يدخلوا الآن لابسين اي 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 كان غادي يجي فينا واحد يبداو يوصلونا حتى حنا الله يحفظه صح يلا صح. والمهم رجعوا للمستمعين الاوفياء، رجعوا للملعب، الماتش اللي وصل الدقيقة 69 3-0 للمنتخب الوطني المغربي. مهدي الحسن عند مطمور، مطمور والتدخل ديال الكوتاري عند الشماخ، الشماخ ولكن بعيدة شوية على السعيدي، كترجع عند المدافع دي مهدي الحسن. اي 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 قرعه كتجي في هشام الخليفي، جاب الله جول جبدها. المهم جاب الله كان حارس وجبدها، كون ولينا دراري فوز. رجعوا الكره رجعوا الكره، هادشي ماشي بحال الله على قلب هذه الحجي. والمهم صافي بارك عيقوا هذه المسائل. المهم رجعوا للمباراه، رجعوا للمباراه، الكوتاري عنده الكره عند بدر قادوري، قادوري زوينه زوينه ما كيشورج، زيد السعيدي زيد السعيدي ضربوا الضربه القاضيه السعيدي. اي 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 اعطيه 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 اخويا معلم معلم جول. ولا 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 Côté sport, un produit de la Marocaine des Jeux et des Sports. Kia Motors. Kia دائما في المواعيد مع كل الإنجازات. محلات أبرون للتجهيزات المنزلية. مع أبرون الربح مضمون. أحلى لحظات كرة القدم مع كوكاكولا. المساند الرسمي لأسود الأطلس. مرتاحون مع القرض العقاري والسياحي. ميديتيل بالغد متصلين. توالام موان باساج موان ديريتاسيون. جيلت ماك 3 جيلت لا بيرفكسيون ماسكولين. عيشوا متعة كرة القدم مع اتصالات المغرب. إذن 4-0 الفائدة المنتخب الوطني المغربي. منتدى السؤدد وحما دمت منتدى وحما عشت في الأوطان إننا عنوان ملأ كل جلال ذكرى كل لسان بالروح بالجسد هبفتا لبنيدا في فم
عن الملك، قلت ان شاء الله 2-0 في الشوط الاول، قلت بان كاين الهدف الثالث والرابع ونتمنوا الهدف الخامس. رجع عندك عادل ونتمنوا الحصه الضعف ان شاء الله. اذا قلت ما سمعتيش اخويا، قلت 4-0 الجمهور يشجع، يمكن بان المنتخب الجزائري كان كيتسنى كل شيء الا هذا الربعه. شنا السعيدي بقى يطيح وينوض ويبيض ويسخفنا حتى حنا. نجم المقابله، نجم المقابله هو السعيدي اليوم. السعيدي ليه والعادل تعرابت ولا المغاربه كاملين دا مع عادل تعرابت الهدف ديال السعيدي الحمد لله. 4-0 ومازال العطي يعطي، واخا دخلوا رابح ماجر دابا وبلومي ما عندهم ما يديروا اليوم. العصا اليوم بقدره الله غادي يجيبوا الخامس باش تحيته ينشط، وباش الناس ديال المنتخب الوطني المغربي ديال نهار الخمسه نرجعوا لهم الخمسه ديالهم. 4-0 جبور غيخرج وغيدخل السوداني، وجيبوا بدجر وجيبوا بلومي وجيبوا وجاني وجيبوا اللي بغيتوا تجيبوا اليوم. العصا اليوم في نهارنا بقدره الله يجيبوا اللي بغاو اليوم غياكلوا العصا. 4-0 اليوم النهار ديالنا اخويا عادل، اليوم نهارنا ليلتنا هذه وليله الفرحه ان شاء الله باذن الله. سير سير اخويا، سير السعيدي، سير السعيدي، سير السعيدي، سير السعيدي. والله العظيم انت غيحمق امه السعيدي بالله. اخرجيهم من الجيم السعيدي. باقي العطي يعطي، باقي العطي يعطي. اليوم السعيدي حمقنا احنا كاملين وغيحمق الجزائريين. واه هادشي مساله، هادشي ما بغيناش. هذا خصو الحبس، هذا المساله، هذه المساله رابحين ب 4-0. سير لداركم، سير كنت تحشم على عراضك. المساله هذه هاد الحل الفرحه كلها بابات لهم دابا يدخلوا للملعب. هذه هي المساله، هي هاد سي دو نيمبورت كوا. اش هاد المساله هذه؟ اش هاد المساله؟ حنا رابحين كلشي غادي مزيان. أودي لا حول ولا قوة إلا بالله. هادو هما اللي غادي بحال هادو وبحال هاد الناس، هادو هما اللي كيعصبوا وكيطلعوا الدم وكيخليوا الواحد يخرج من الأعصاب ديالو. رابحين 4-0، دخلوا سوق راسكم فرحوا غنيو شطوا حتى نساهم بإنجاح هذا العموم على العموم. وهذا نداء، وهذا نداء، وهذا نداء، وهذا نداء، نداء من عند صديق ديالنا سي محمد الجفال اللي كيقوم بتنشيط المباراه من الملعب باش الجمهور يجلس ويشجع ويحمد الله ويشكره. بغينا بغينا تبقى ديك الصوره الحضاريه على العموم. رجعنا للجمهور المغربي، نداء مره اخرى المنتخب او صديق ديالنا الجفال كيهضر مع الجمهور كيقول ليه الله يهديك ريح وتفرج وتبرع. اذا رجعوا للمباراه، المباراه اللي وصلت دقيقه 75، جمال العليوي. العليوي برافو جمال. اذا الكره كتخرج لتوش كينفذها جمال مصباح. جمال مصباح عند مطمور لا الاربيط، هذه شتها غير بوحدك ما فيها والو، زاد فيها مطمور ما فيها والو اخويا الاربيط. بغيتي تعطيها لهم، وهذه خطيره على المرمى ديال نادي المغري. كريم الزياني كنشوفو عن طريق يحيى كيطلع. كل لعبه تمر عن طريق يحيى، والتدخل ديال اللاعب عادي الهرماش او الكوتاري كيدخل كيخرج كره التوش للمنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري وكنشوفو توش كيلعبوها عند زياني. خطيره، ولكن الحمد لله بعيدة على مرمى نادر المياغري. والان كنشوفوا الشيحاني هو اللي غيدخل، اللاعب الشيحاني غيدخل في وسط الميدان باش نشدوا الكرة. شكون اللي غيخرج؟ واش كاين اون بليسور؟ كنشوفوا بانه طيح اللاعب عادي الهرماش. الشيحاني هو اللي غيدخل. الحمد لله اليوم ماتش كبير. غنشوفوا الاربيط كاتريم اربيط، شكون اللي غادي يهز، شكون اللي غيخرج؟ الشيحاني هو اللي غيدخل. الشيحاني عادل هماش يمكن هو اللي ساقط.
خيري. لا كنظن ان المدرب كيتريط الان كيتسنى تيشوف واش هذا ماش غيقدر يكمل المقابله ولا ما يقدرش عاد غيقوم بالتغيير، لان لحد الان حتى الحكم ديال الرابع هو باقي ما علاش على التغيير. اذا نتمنوا الشفاء العادل لهرماش. اذا هرماش غيخرج. مياغري كيقول بانه ما يقدرش يكمل، هرماش خرج غيخرج غيدخل الشيحاني. اذا بوست بوست الجمهور الوطني المغربي، خروج عادل هرماش ودخول محمد الشيحاني لاعب فريق المغرب الفاسي كيدخل بوست باغ بوست. الشيحاني كيمشي عند خرجه كيهضر معاه كيعطي لي كونسين وكنرجعوا للمباراه. الشيحاني في اول لمسه ولكن مشى ليها ابو دبوز او هذا السوداني، كتمشي الكره عند بدر القادوري كياخذ خرجه عند سعيدي زوينه. سعيدي 3-2-3 جميله كترجع عند اللاعب بدر القادوري. قادوري عنده الكره في الجهه اليسرى كياخذ حجي عند بعد ما سجل الهدف عادت عند بالهندا هو جمال العليوي، صعود ديال العليوي داه العليوي مع ولكن مزيان. على العموم باقي كتسنى ربع ساعه على الجوله الثانيه ونهايه المباراه. 4-0 1 2 3 4-0 لفائده المنتخب الوطني المغربي. صحيته واش كتعرف الاخ عادل شنو هذه الليله؟ اش غنسميوها؟ ليله القبض على الجزائر. لان كان واحد المسلسل ليله القبض على سعيدي. واش دا سعيدي؟ سعيدي عنده الكره يا ليل يا عين. سعيدي بطريقه جميله كيلعب باليمنيه باليسريه بطريقه جميله باش كيشد الكره وكيعطي الباس زوينه عند بالهندا اللي كيقلب ولكن كيدخل المدافع جمال مصباح وكتخرج الكره. الكره كتخرج للتوش او كورنير، غنشوفوا كورنير بالهندا ولا غادي ينفد. 4-0 بشويه علينا. 4-0 ولا توش غيمشي ليها جمال العليوي. جمال العليوي ولا غينفد؟ العليوي غينفد توش، خرج ليه الشماخ ما عطاهاش ليه. جمال العليوي خرجها هو اللي تاخذها، كيعاود يرجع عند جمال والمبولحي. المبولحي كيخرج الكره وكتمشي عند المدافعين ديال المنتخب الجزائري ولكن كيعاود يرجع ياخذ الشيحاني كيعطيها الخرجه. خرجه كيمشي عند كوتاري اللي واحد من النجوم ديال المنتخب. كوتاري اولي اولي الان ديال الجمهور الى داروا هجات معاهم. 4-0 المنتخب الوطني المغربي الجاه بيان سون ماتش بشويه علينا. الجمهور كينادي بالعربي. 4-0 نتيجه كبيره، نتيجه كترجع الامل كترجع الفرحه كترجع السرور للمنتخب الوطني المغربي. الكره الان في اتجاه اللاعب مطمور، مطمور والكوتري ولكن الكوتري ببراعه كيرجع. يمكن خيري كوتري السعيدي جوج لاعبين لعبوا بحروا اليوم. اكتشاف ديال السيد المدرب هما اللاعبين بجوج اللي ابانوا عن مؤهلات كبيره في داخل الملعب. الكوتري وهذا السعيدي اللي قام مقابله رائعه، والنجم المقابله اليوم هو اللاعب السعيدي بكل صراحه. اليوم ان شاء الله يمكن اليوم غادي نحيدوا علينا المنتخب الجزائري من الطريق، لانه انتصر علينا ب1-0 حنا منتصرين عليه ب4-0. يمكن النسبه الخاصه في حاله تساوي النقاط هي لصالح المنتخب الوطني المغربي. لكم النتيجه ديال اليوم كتحيد المنتخب الجزائري من السباق. السعيدي هاي يكون شده السعيدي يكون خلع المنتخب الجزائري. ونذكروا بان المنتخب ديال افريقيا الوسطى وتنزانيا غيلعبوا حتى الغدا. 4-0 غادي دير الضغط على المنتخبين، نتمناو انه يتعادلوا ونشدوا الطريق ديالنا ديريكت لغينيا الاستوائيه والغابون. السعيدي عنده الكره اندو مع الشماخ ولكن كتمشي عند زياني والشيحاني كياخذها سوداني لا ما تخليهش يتيري ما يتيريش ولكن كتمشي بعيده. الحمد لله كتضرب جمال العليوي ما يتيريش، لان سوداني هداف البطوله هداف. لا خويا ما بغيتش يتمارك عليا. المهم الزيرو راه مزيان باش يبقاو فيه الجزائريين، الزيرو هو ديالهم يبقاو فيه ان شاء الله. وديك الساعه نزيدوا شي خمسه يجيب الله. على العموم زياني غيضرب الكره، زياني هز الكره والشماخ سير بغيت الكرطا وليدي الشماخ. بالهندا خذا الكره بشويه يتومبوغيز بشويه عليك بالهندا كيعطيها لبدر القادوري طويله في اتجاه حسين خرجه ولكن جبل المصباح
جمال مصباح هو اللي خذ الكره عطاها اللاعب مصطفى مهدي مصطفى كياخذ ابو دبوس. ابو دبوس كي ديماري بالكره ولكن بدر خضوري برافو بدر خضوري رجع الله 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 على بدر خضوري رجع وقدم مباراه كبيره الحمد لله. اذا الكره كتمشي للجهه اليسرى عند كريم زياني. زياني قدامه بالهندا زياني وبالهندا زياني كيرجع الكره في الجهه اليسرى ضربه ولكن هادشي اللي دايرها ما كنديروه مع المياغري قال تيري تتسخف المياغري ما عرفوش يمكن نقولوا ليه المياغري حارس المنتخب الوطني المغربي حارس الناخب الوطني المغربي وصفة برافو لحظة عينك مع سعيدي تحيي اللاعب سعيدي حقيقة اللاعب سعيدي يستحق كل تحية من الجمهور المغربي على المقابلة اللي قدم مقابلة كبيرة بزاف على هذا النجم النجم الكبير اللي اليوم برز بشكل كبير وهز راس المغاربه كبير دخول مبارك بوصوفا الشماخ كياخذ الكره مبارك بوصوفا كيمشي لكوتي غوش باش يعوض اذا بوست باغ بوست اذا الكره الان كتمشي عند الحكم الحكم كيعلن على خطا لفائده السوداني السوداني اللاعب اللي عنده عثريه مزيانه ولكن ما يهمش الكره عند زياني زياني وشماخ عليوي كياخذ كره كتمشي الكره عند بن عطيه كيضرب الكره عند حجي حجي كيوقف الكره بطريقه اللاعبين الكبار والحكم الله يهديه ما شافش واحد الكفره شافها كل شيء الا الحكم الله يهدي الحكم يمكن الحكم ما بانش ليه على العموم كره جميله عند مطمور ولكن المعلم بن عطيه كيعطي الكره للبلهندا الله الله عبرو كنظن فيه متر و65 متر و70 كنظن اللاعب جمال مصباح ما عرفتش شحال فيه مي دابا نسول بالهندا طريقه باش وقف كره وعبر اللاعب جمال مصباح انذار هذا يستحق انذار اللي عارف على جمال مصباح هو عنده 26 عام وسبعه ديال المباريات وديه الان عبروا تنسولوا بالهندا من بعد يقول لنا شحال فيه واش متر و70 متر و72 على العموم نرجعوا لهذا ها هو الحكم سمعك السي خيري راه جبد البطاقه الصفراء وعلى سلامتك وعلى سلامتك ثاني انذار في المباراه والعربي غيدخل نتمنى وانا العربي والدخول ديالو ما طيحش النمره شماخ حط الكره البلهنده الخامس لا 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 الخامس غير ماركي العربي يا سي عادل ان شاء الله العربي تويت في الجيش اليوم غير ما طيحش ليه النمره طيح ليه النمره نوليو دراري عاوتاني اخويا خصني الخامسه اخويا عادل باش تحيد مني ديك العقده دابا شوف 5 لواحد 4 0 كنضرب 4 0 احسن من 5 لا بغيت 5 بغيت 5 بغينا 5 لا العربي ان شاء الله يدخل يماركي علينا نتمنى وعلى الله الا ما طيحش ليه النمره على العموم رجعوا للمباراه الكره الان عند المنتخب الجزائري كريم زياني زياني كيعطيها لبودبوز بودبوز كياخذها مهدي الحسن ايوا 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 هكذا حيد حيد بدر الخضوري حيد سيدي حيد سيدي صداع حيد علينا المشاكل بدر الخضوري واش كنشوفوا نادي المياغري قال لي تعطلتي واحد شويه باش تحيدها كان عندك تحيدها في الاول باش دخلوا لا شك لا والو حيد علينا صداع 4 0 ما نزيدوش فيها ونحيدوا الصداع على العموم وصلنا للدقيقه 84 5 ديال الدقائق او 10 ديال الدقائق يمكن اللعبه بالوقت الاضافي اللاعب يوسف العربي وهذه محاوله اش كيدير هذا اش كيدير هذا مسكين داخل الدوخه هذه الدوخه بل عند الله الله طالون اخويا زيد هاك هولي هولي يلا شماخ معلم طيح سير على الله زيد اخر ماز زيد زيدي ولا 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 زيد ابو صوفا زيد ابو صوفا ما درتي والو في لالي دير شي حاجه اليوم بو صوفا قلب ابو صوفا ابو صوفا راه باقي كنتسناو منك بزاف وباقي ما عطيتي والو ابو صوفا الله يهديك اذا شلنا كره جميله ضريبه ضريبه حتى لعند اللاعب بو صوفا ولكن بو صوفا كي الان غنشوفوا شكون غيخرج غيخرج بالهندا وغيدخل يوسف العربي ثالث احسن هداف في الدوري الفرنسي الممتاز يونس بالهندا كيسلم على جمال عليوي وتصفيق تصفيق تصفيق على حسين حجي يوسف حجي غيخرج وغيدخل يوسف العربي
الحجي العائلة ديال الحجي اللي كنحيوها لا مصطفى لا يوسف دائما هازين ومشرفين للمغاربة عائلة حجي تبارك الله عليهم تسنوا شي حجي صغير يطلع عاوتاني هاي يدخل يوسف اللاعب العربي يوسف العربي يلا ابو صوفا في الراس ديال العربي يلا يا ابو صوفا يلا هز كرة ابو صوفا ولكن كترجع عند بالهندا بالهندا عنده الكرة كتمشي عند زياني زياني بغى يدير داكشي ديال بالهندا ولكن رجع ليه بالهندا وخذ ليه كرة هكذاك بالهندا ابو صوفا يندوه مع مع الشماخ بالهندا خرجة يلا دور الكرة خرجة عربي دي هاي العربي يا اخويا العربي وعن طريق يا عربي وعن طريق يا عن طريق هيك ياخذ كره كيضرب كره بعيده وجمال العليولي اليوم قدم مباراه كبيره الشيحاني عند كوتاري هذا شويه علينا بيغري بيغري طويل بيغري عند الشماخ الشماخ العربي لكن كتمشي شويه بعيد عليه كتمشي عند حارس الحارس مبولح اذا خمسه ديال الدقائق باقي خمسة ديال الدقائق او اربعة ديال الدقائق والوقت الاضافي اربعة لصفر اربعة في عينين العدو اربعة لصفر لفائدة المنتخب الوطني المغربي الشيحاني خذ الكرة كيلعب اندو مع الشماخ داها الشيحاني زيد اوليدي زيد اولد البطولة زيد اوليدي الشيحاني هز الكرة خمس يلا العربي اولدي كمدهم 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 وفرح صحيته وفرح كاع المشجعين ديال اللعابة ديال 79 ولا غير باقي خمسة عطيعوا لينا والحمد لله الحمد لله ولينا باقي الخامس فين هو بنشيخة انا بالي بنشيخة مسكينة كيتفرج هادشي اللي على الله بنشيخة صبر قال لهم هذه مباراة نهائية كنظن بانه كلا قتلة اليوم في هذه المباراة النهائية اذا الكرة الان عند بوصوفا ولكن كتمشي عند بوغرا بوغرا عند عنتر يحيى عنتر يحيى كياخذها زياني بالراس بودبوز كياخذها الشميميخ شماخ عند الشيحاني عند خرجة عند كوتاري خرجة بن عطية الله العظيم إلى اليوم لا عطيناهم كاع هذاك الشيء اللي كانوا يقلبوا عليه خداه اليوم زيد الشميمي خويا شماخ اليوم فرحنا تبارك الله هولي 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 هاكو زيدوا الدراري بشوية عليكم هولي دوروا يلا دوروا هاكا كوليدي من الهندا زيد سيدي زيد سيدي زيد طالوا ناس وصوفة خمس اشبهها بصوت وليدي لا 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 ولا ولي لا 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 بطر الخرايا اليوم والله العظيم الا برافو على الدراري الله يرحم لكم الوالدين ماركيو ريال بيت الخامس الله يرحم لكم الوالدين هذا اللي كنا كنتسناو الفريق الوطني ديالنا يفرحنا والحمد لله فرح هذا الشعب المغربي نتيجه واداء كنا نسمعوا الكلام ديالنا اللي كنا كناديو به هذا الاسبوع باش يلعبوا لهذا الشعب المغربي اللي تكرفص باش يجي الملعب وياخذ تذكير هذه المباراه ديالو اذا الكره الان عند خرجه عند بوصوفا عند بالهندا عند خرجه خرجه معلم بالهندا تبارك الله على بالهندا اليوم مباراه يمكن نقولوا بان المنتخب الوطني المغربي اليوم تبارك الله عليه يستحقوا يستحقوا التشجيع ويستحقوا التنويع قاموا بمقابله كبيره اليوم فرحوا 30 مليون ديال المغاربه اهداف قتاليه داخل الملعب وهادشي اللي كان كينقصنا الحمد لله القتاليه رجعات وهادشي اللي كنا كنتمناو نشوفوه في الفريق الوطني ديالنا اذا الكره الان عند المنتخب الجزائري مطمور اودي بلا ما نبقاو نقولوا السميه ديال المنتخب الجزائري حنا ما نديروا بها نقولوا السميه ديالنا خويا بارك نقولوا السميه ديالنا كرة عند رقم 15 كيعطيها رقم 15 زياني لاعب كبير لاعب كبير 15 15 كيعطيها زياني شغل لاعب كبير هو اللي كيعجبني في المنتخب الجزائري شغلوا هذاك زوين ولا خايب ولا الله يسهل عليه كرته مزيانة مشاو عند جمال العليوي اليوم غنفرحوا اليوم ان شاء الله جمال العليوي مروان الشماخ على الكرة عند رقم 14 رقم 14 كيعطيها رقم 4 رقم 4 اللي كنضرب على الجزائريين الان كيتسناو الاربيط يصفر باش يتهناو كوتاري برافو كوتاري ما بقى والو ما بقى سمحوا لينا شويه لا الله لا الله لا الله هاكا هاكا يلا سيدي دوروا دوروا بشويه علينا هاكا اولي بشويه علينا اولي المعقول المعقول صافي ما طلعش اخويا الان الجمهور كيتفرج نشوفوا لمسات شوفوا المنتخب رابح باربعه اليوم كنا السي عبد الرزاق خيري
في برنامج مباشر في الاذاعه الجزائريه اذاعه الدوليه الجزائريه. كنا في مباراه كبيره وقال لنا الصحفي الجزائري اللي كان كاين الشطه الحلقه بانه المنتخب الجزائري منتخب قوي وبانه المغرب عمره ما ربح. كنظن بان 4-0 اليوم كون جابوا ماتجير وجابوا بلومي وجابوا عصاد ومناد واللي بغى حتى هو الصباح كان كيقول لنا بان راه غادي يذبحوكم وحنا موجودين وهذا وكنتعصب شي الماء وحنا قلنا ليه غنسلخوكم حنا قلنا ليه غادي تمشي لي ان شاء الله فرحان من المغرب وغادي معك الباروك وغادي كل شيء ان شاء الله غتاكل كل شيء ولكن غتاكل العصا. وهذاك الشيء اللي جاب الله تيسير 4-0. يمكن الجزائريين ما غينحسوش اليوم بهاد 4-0. لا الله ترى الشماخ سير بغيت لك الرضا يا وليدي الشماخ اليوم كوفيرتور دو بال لاعب كبير لاعب كبير لاعب كبير بزاف الشماخ لاعب مغربي قح لاعب اللي كيحب القميص الوطني وكيحب الرايه ديال البلاد وديما حاضر مع المنتخبات المغربي لاعب كبير باللي عنده لاعب كبير 21 سنه لاعب كبير الحمد لله على وعدنا فريق شاب فريق شاب وفريق المستقبل اكوك تبارك الله على اللعابه ديالنا اليوم الله يلا تبارك الله عليهم اولي الشيعاني ولد البطوله ديالنا ولد المغرب الفاسي ها بشويه عطيها لبوصوفا يلا بوصوفا ها بشويه العربي بوصوفا زيد العب بوصوفا زيد اخويا بوصوفا زيد وقفوا وقفوا الجزائريين وقفوا لا لا وقفوا لا بوصوفا ما تضيعش اخويا والحمد لله احنا غاديين احنا غاديين يمكن دخلنا الوقت الاضافي غيبدا الوقت الاضافي مباراة كبيرة وتكرفيسة اخويا هادي عادل تكرفيسة كرفسناهم الخير وفي المقترة والله هما اللي جبدونا جابوا واحد الاربيط فلالي بغى يربحوا بصحة ها راني تقرب تجي دخل مراكشية اليوم يمكن مراكش ما طلعش اليوم دخل مراكشية سارة زينة اليوم زهرة مراكشية بالطنجية 4-0 الخير في مختاره والله الخير في مختاره العربي ها الخامس ان شاء الله الله ويلي طي معك الدار طي معك الدار خويا ابو قرة ما كاينش مشكل جبد ما كاينش مشكل طي معك الدار اجبد جبد ورقة صفراء الحكم جبد ورقة صفراء لا موشيه كان احسن لاعب في المباراة ديال الذهاب اليوم تبهدل احسن تبهديله في العالم خشى عليه بيضو وبغى يديه مع الدار ولكن اش غنديروا الشوها خيره في مختم احسن لاعب فلالي كي يتشوه احسن تشويها في الرجوع اذا هذا هو اسيدي قلنا احنا راه احسن منهم وعندنا فرضيات كبيره واليوم ديك الفرضيات وطفوناها جماعيا وعطات النتيجه الحمد لله وبارك الله العظيم لنا صافي بارك انا عيت صافي اسيدي ما كناش خمس زيد العربي زيد وليد العرب زيد العرب أرجو ماشي مشكل المهم ماركا واخا قلت لك ولا غير ماركا خالص شتي هذاك الاربيط المساعد الاول راه ما عاجبنيش ملي بدينا راه ملي بدينا هو ما عاجبني معليش المهم ما كاين بيوت حنا ما عطاهمنا لا حكم لا حتى شي واحد الحمد لله اذا الكره الان عند المنتخب الجزائري الشقيق عند مطمور عند بودبوز عند كريم زياني عنده الكره هو جمال العليوي كياخذ كره اش بغيدير هذا بالي الجزائري كل ما يدير كره مستوى خط امامي فضعافي ما انا بالي بين الجزائري بغاو يدوا معاهم الكره كاملين ولكن وهذا هو المشكل اللي كيعاني منه الفريق الجزائري وهو خط الهجوم ديالهم عقم لان اليوم المنتخب الجزائري ماشي كيعاني في الهجوم كيعاني في الهجوم وفي الدفاع وفي الحارس كيعاني في كلشي وحنا كنا قويين اليوم ما نقولوش المنتخب الجزائري ضعيف راه حنا اللي قويين المعقول حنا كنا قويين الملك الله على الوطن الملك كنا امبوزي نوتخ جو فرضنا اللعب ديالنا ولعبنا مزيان وكنستحقوا نفوزوا 4-0 هذا الكره الان عند اللاعبين ديال المنتخب الجزائري اودي اللي عطى اللعطه اش بغا يدير هذا ما يبين حتى هو واخا سيدي واخا ارجع الكره بودبوز ودي ابو دبوز هادشي كتيدير قبيله طلع الله من الهندا زيد الشمخ راه هو بوصوفا ويلي 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 زيد بوصوفا الخامس والله يا خويا بوصوفا شتا لعب معانا ولا لعب معاهم بوصوفا الله يهديك وعلى العموم 4-0 بغينا نزيدوهم الخامس ولكن على العموم كرة عند مطمور عند الزياني زيد الزياني شوفوا كاش غادي يدير
ارجو اخويا شتي والله العظيم لك راك حتى كخير حكم جيد هذا الحكم مساعد ثاني شاد الكسندر راه ملي بدي نوع عجبك لا هذاك ديزيري هو وذاك ايوه راه ما عاجبينيش لا واش احنا في بلادنا وما عطانا الحكم حتى شي حاجه نتمنوا على ان بحال هاد الحكام يحكموا لنا خارج ارض الوطن الله صفر الحكم ايوا يلا فرتكنا هاد الفيلم 4-0 هاني المنتخب الوطني المغربي المنتخب الجزائري كيقول لا من عند المنتخب الوطني المغربي السعيدي حجي الشماخ فيف لو ماروك فيف لو ماروك فيف لو ماروك قدمت لكم هذه التغطية برعاية كوتي سبور ان برودوي دو لا ماروكين دي جو اي دي سبور كيا موتورز كيا دائما في الموعد مع كل الانجازات محلات ابرون للتجهيزات المنزلية مع ابرون الربح مضمون احلى لحظات كرة القدم مع كوكاكولا المساند الرسمي لأسود الأطلس مرتاحون مع القرض العقاري والسياحي ميديتال بالغد متصلين 3 لام موان باساج موان ديريتاسيون جيلات ماك 3 جيلات لا بيرفكسيون ماسكولين عيشوا متعة كرة القدم مع اتصالات المغرب فرحونا يا لولاد ان شاء الله يا لولاد جيبوها يا لولاد ان شاء الله يا لولاد يا لولاد ديروا حالة إذن مستمعينا الكرام 4-0 4-0 لصالح المنتخب الوطني المغربي أداء كبير نتيجة وأداء غنتوقفوا مع فاصل موسيقي وفرحة كبيرة بالاستوديوهات المركزية بمدينة الدار البيضاء في انتظار ناخذ ردود الفعل الأجواء من مدينة مراكش